السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وجعتكم أنا شيشكو بمقطع جديد. في هذا المقطع شباب راح نشوف تحدي من تحديات الموسم الأسبوع العاشر. وقبل ما نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تضغطون اشتراك في القناة، لايك المقطع، كمان لا تنسوا تفعلوا الجرس كل جديد بالتحديات أو جليتشات. وعندنا هسه التحدي المطلوب، بحكي لك يا شباب دمر صناديق البريد عند الصوت الناعس أو الأبراج المائلة. أبراج المائلة هي تلت لسه إحنا فيها. كل عليك تدمر 5 صناديق بريد كان نفس الجيم او اكثر من جيم، ومعك تختار واحد من المنطقتين او بالمنطقتين الثنتين تقدر تعمل. مثلا سويتها مثلا 2 ما لقيت غير 2، نحكي مثال بهي تلتد انه مثلا كان مكسر الباقي، تروح تنتقل على صوت الناعس وكمل الباقي. زي ما حكيت لك تحدي يصير مباشر وما بده شيء. هسه قاعدين خلينا نخلص اصلا، نشوف تعات تلتد على السريع. هاي تقدر تيجي عليها مثل ما انا رحت عليها على السريع، وخلص ننتقل على منطقه الصوت الناعس. هنا هسه رحنا عليها سريع سريع سريع، وخلينا نشوف هسه صناديق البريد اللي عندها. كمان عليك انك تدمر زي ما حكيت لك 5. هاي هون الاول، هاي هون، يعني تقريبا عند كل بيت في بتلاقي صندوق بريد. تمام شباب، تمام. وبس يا شباب هذا كان عندنا مثلا بغط... لازم اكلج. وبس شباب هذا كان عندنا المقطع لليوم، ولا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس. وخلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.